ايه وبعدين معه هاد شو بدنا نعمل مع هالرجال ابو خرزيه؟ ترى منحط الخرز بتمه ومنخنقه. تيو بس ما حكيت شي. بالمناسبه لا تشوفوا جول نعمه هيك، ضربت الرجال بالعصايه وكسرته، يا ريتكم بس شفتوها. الحمد لله انه بالاخير انا ضبطت اعصابي وما كبر الموضوع اكثر من هيك. مثل ما قال عنكم الاستاذ، بنات حلوين وقد حالكم بصراحه بنفس الوقت. الحق معه، خير ما عملتوا. ايه لازم تلاقوا لنا لقب يكون يليق فينا، يعني مثل أجاسا مثلا. شو بدكم تلقبوني؟ ايه يلا فكروا معي. الشغله مو بس بالكلام، بالافعال، يعني لازم تستاهلي اللقب. شو رايك بلقب الخرزه؟ اللي خرزه الخرزة، خلص ما في داعي، خليك على اسمك جول، كتير حلو الخرزة. معقولة انت؟ شكراً على كل شيء. باريش بيك لا تواخذنا لأنه تقريباً قلعناك من سيارتك. ولا يهمك كفتة أزمير. لا تنسي الوكالة بكرة. تمام. وكالة شو؟ أنا ما فهمت. شو يعني القصة ما خلصت؟ حبيبتي لسه ما رجعنا القهوة ولا أي مكان من باع. إذا خسرنا القهوة رح بيتأجل عرس أرزو وأخي كمان 20 سنة. أنا رح أرفع دعوة وأخذ السندات، لا تقلقي، بس أكيد هالشي رح يعصب ويلي. واضح إنه رح يعصب، هالشي ما رح يعجبه أبدا، خاصة بعد ما سرقنا له السندات ووقفنا له مشروعه. كل شي رح ينحل. يلا عن إذنكم لازم نمشي. تصبحوا على خير. وإنت بخير. وإنت بخير. تصبحوا على خير. جول وين المفتاح؟ لحظة ليكو معي، استني. مشي الحال. استاذ؟ ماني منيح، تعبان كتير، ما في داعي تسألني. امشي. يعني يكون قريب منا وما ألمسها، وأعرف كيف حرك مشاعره وابتسم بكل برود وامزح معه بشكل طبيعي. هالوضع صعب علي كتير. عادي استاذ، انت بالنهاية ما لك علاقة بموضوع الحادث اللي صار. حتى هاكان ما كان له ذنب، سمم الشاب وما كان وعيان شو عم يعمل بوقتها. اوف لا تعيد القصة. شو ما قلت ما رح يتغير شي، لأنه ابن خالتي دعس بنت أخوها الأصلي، والبنت حالتها صعبة كتير، وأنا غضيت نظر. هيك قصة ما بتنتسب نوب. لازم تقنعها تروح على الجامعة وتكمل دراستها بأسرع وقت ممكن، ما بصير تضل بهي الحالة بالنهاية. شو بدك أعمل؟ أنت بتعرف لما حاولت أقنعها عصبت، لهيك عم أقول لحالي لازم خبرها بالدعوة وهيك ممكن ترتاح وتبلش تشتغل بالمحاماة. يعني ايه فكرة كتير حلوة، إذا بتحضر معك جلستين بهالقضية هيك رح تتحمس أكتر، مو هيك قصدك أنت أستاذ؟ عظيم. ايه تيو، ما ضل عندي غير هالطريقة، لازم جرب حظي فيها. صباح الخير باريش بيك. صباح النور. ها كان ما اجا؟ لا لسه ما اجا. اللي بدك شي؟ دقي له وبهدلي. لا يا بيك، معقول اعمل هيك شي؟ معقول كتير. يعني برأيك معقول اوصل قبله؟ شوفي الساعة وينه لهلا؟ ها؟ روحي واهتمي بمساعدك. أمرك باريش بيك. بس لحظة، أصلي عم تستناك بالمكتب. أصلي؟ إيه. مو بكير؟ إيه. بس لحظة، ليش اليوم كل واحد إجا لحاله؟
عم تبالغي أصلي، ما فيني أصدقك، أنت ما عندك مشاعر ولا بتتأثري بشي. أنا متصالحة مع نفسي. يلا أصلي، روحي ارتاحي. صباح الخير. لك ما بيصير هيك، ليش كل هالحماس؟ لا تضحكي، خليكي جدية. صباح النور، شو متحمسة كتير؟ متحمسة، طاقتي عالية جدا، والله حاسة كأني خلقت من جديد، غريب، متفائلة كتير. تفضل هاي الوكالات. أصلي شرباني شي؟ شربت قهوة، شكله الكافيين الزايد عطاني طاقة غريبة اليوم ومتنشطة كتير، يعني هالشي دمرني. يعني هاي كل الوكالات؟ ما نسيتي شي؟ خليكي بعيدة عنه، اوعك تقربي. شو عم تقولي؟ نوب، لا تقربي ايدك. اوعك اصلي، لا تضعفي، هدول هن الوكالات. خليني بقى اروح، عندي شغل، عن اذنك هلا. شكرا لك. اصلي شبك، لوين رايحه؟ صفيت التاكسي تحت، لازم روح بقى، عندي شغل. بس ليكي بصراحه انا حابب ارفع هالدعوه وباسرع وقت وبلا ما ناجل. فكرتك جاي تاخدي الإفادات كمان. ما فهمت أي إفادات؟ بقصد تبع الموكلين، المفروض ناخد كل أقوالهم لنبلش شغل. ما بصير تاخد الإفادات أنت؟ أنا ما عندي وقت ومو حابب أتأخر. أساساً هاي القصص ما أنا صعبة عليكي أبداً، وأنت بتعرفي كل الموكلين. إيه فهمت عليك، خليني ورجيكي كيف. فيكي تيجي لعندي؟ تعالي شوفي. مثلا هي إفادة موكل لإلي، برأيك شو عملنا هون؟ شو عملنا هون؟ كتبنا إمتى وين صار الحادث بالضبط. إيه تمام. وبعد هيك بجمل قصيرة وواضحة ومفهومة شرحنا كيف بلش الحادث وكيف انتهت القصة مع التفاصيل طبعا. خليني لكان سجل كيف. تمام، سجلي كيف. يعني سبب الشكوى لازم يكون واضح كتير، والمطالب كمان. طيب فيني اكتب من عندي اذا ما كان حكيهم واضح؟ يعني ما بيصير، تكتبي يلي بيقولوه هن، يعني ضروري تكتبي يلي بيقولوه بس. تمام. وبعد ما تخلصي بتخليهم يقروا كل شيء، لا تجبريهم يحكوا شيء ما بدهم اياه، وكمان حاولي ما تكتبي شيء بلا اثبات، لانه ما فيني ارفع الدعوه من دون اثباتات. تمام فهمت. لكان لازم روح بلش. أنا بالقصر العدلي، جيبي الإفادات لعندي، ما بدي نضيع وقت. ماشي، عن إذنك هلا. وهي أول خطوة. إيلايدا؟ أهلين باريش، كيفك؟ اليوم عندي كتير جلسات. النمسا تذكرتها ما هيك؟ لما كتب التقرير خربطوا فيه، تخيل سلموا بلا ما يقروا. ما عم صدق كيف الناس بتتصرف بهالطريقة، مو معقولين. إيلايدا أنت عم تمشي حافية. إيه صح، خليني أمشي وأكتب تقرير الاعتراض، منلتقي بالمحكمة. إيه ما بيصير تمشي حافية وانت بهالفستان، هيك القاضي ما بيقبل اعتراضك.
تفضل حضرة القاضي، هاد تقرير موكلتي وطليقة، كل شيء واضح فيه ومكتوب. نحن بدنا الطفل يضل عند أمه بهذا العمل، والتقرير قدامك. من خلال إفادات الشهود اللي قدمناها لحضراتكم مع الإثباتات والأدلة كلها، بهي الطريقة القضية بتوقع لصالح موكلتي. طلعي منيح، شخصية وكمان جذاب، ليش لا يتكبر؟ بس بصراحة بحق له. أوف، وهالمريول كتير لعبق له وحلو، يا ريتني ما شفته. هاد انتهاك لحق الاستماع للقانون، تفضل عم بسمعك. قدم طلب مكتوب. حضرة القاضي، أنت عم تتجاهل كلام الطرف المقابل، هاد اسمه انتهاك لحق الاستماع قانونياً، تفضل عم بسمعك. حضرة المحامي، أنت ما إلك أي حق بطلب الجواب. حضرة القاضي، أنا بعترض. أساساً أنا يلي بدي أعترض حضرة القاضي. على شو عم تعترضي؟ عم بعترض على حب من هذا النوع. بطلب من حضرتك تحكم على المحامي المدعي عليه بسبب إفساده لاتزان الطرف الثاني، وبتمنى من حضرتك الإنصاف. عفواً حضرة القاضي، بس حتى لو كلامه مزبوط، أنا نصحته وقلت له تروح. أنا بعترض على هالكلام لأنه هو عم يقلي روحي كان عم يعانقني، يعني وقت قلي روحي كانت النتيجة وحدة وخربط لي كل أفكاري. الحكم عند حضرتك. حضرة القاضي، هي ما فيها تنكر أبداً إنه قلت له رح تندم على كل شيء. صحيح، بوقتها كان نايم جنبي وماسك بإيدي، بس هي ضربتني وهو ضرب أمري كمان. حتى لو أنا مو حبيبك، هذا ما بيعني إني ما بغار عليكي. بس يعني شو معناته هالكلام هاد؟ ها تماماً، ما بيصير يطلع من هون لحتى يقول شو معنى كلامه. طيب قبل، أنا عندي سؤال، ليش حضرتها مصرة أنه ما تكمل دراستها مع أنه حضرتها بتقدر؟ حضرتك مو محامية؟ أنا شوفيرة، بس هذا مو موضوعنا الأساسي. حضرة المحامي عم يهرب من الحقيقة دائماً وبناقض أفعاله على طول. المدعية ما عم تسعى وراء أحلامها، عم تهرب من الواقع، هي عادتها. بس على الأقل ما بهرب منك، بس أنت على طول بتهرب مني. أنا عم أهرب لأنه ما بدي إياكي تتأذي، وبس لأنه هذا الحب مستحيل. بس أنت بهي الطريقة عم تأذيني أكتر. قليلي شو بدي أعمل؟ تحبني وما تسمع كلام أي حدا حتى عائلتك. بس أساساً أنا بحبك. حضرة القاضي، شو هذا الحب؟ هيك دمرني. تعالوا أنتوا الاثنين لشوف، تفضلوا. المدعية معها حق، أنا راح أعلن قراري. القرار إنكن تتصالحوا سوا وتبوسوا بعض. شو؟ إيه، خلصونا تعانقوا يلا. أنا ماني موافقة، مستحيل بوسوا قبل ما يصير حبيبي. حضرة المحامية راح تتعاقبي. هدوء. بطلب من حضرتك تطلع على باقي طلبات القضية وتحاول تتقبلها. نحن أخذنا القرار، بيقضي القرار بقبول طلبات المدعي وأيضا طلاق الطرفين وإبقاء الطفل مع الأم. شكراً عن إذنك. حضرة المحامي، جبت التوكيلات. ليكي، أصلي أنا مستعجل هلأ، عندي جلسة تانية، روحي وادفعي الرسوم. رسوم شو؟ بس أنا صافي التاكسي برا. بعرف، وأنا ما بدي عطلك عن شغلك، بس مثل مشايفة. أوف، شو بدنا نعمل؟ لازم نبلش قبل ما يبلش ويلي. معك حق، للصراحة ما في حل تاني، بالأخير هي الدعوة دعوتنا، والتاكسي ما رح تهرب يعني. خلص لا تاكل هم، قلي شو لازم أعمل هلأ. يلا أنا جاهزة. روحي على مكتب أمين الصندوق، فرجي ملف الدعوة وادفعي الرسوم، وبعدين روحي لعندي، أنا بالقاعة رقم 3، ماشي؟ فهمت عليك. Thank you.
الخالة لازم تروح على النيابة وما فيها تكتب المعروض قبل ما تدفع الرسوم. فيني أنا أكتب المعروض؟ أي طبعاً، تعلمتي هالقصص. أنا رايح على القاعة رقم 3، أوعى تنسي. ناطرين المحامية حضرة القاضي. رح تجيب تقرير الخبير الإضافي. لو سمحت سيد باريش، قدم هذا الطلب لنيابة الجمهورية. هلا نظرا لوجود دليل رح يأثر على القضية، نحن لازم ننطر التقرير الإضافي. شو صار مع الخالة؟ مشي الحال، دفعت التكاليف وعينت محامي شاب رح يحل القصة. عينتي؟ أي وشو عملتي بقضيتك أنت؟ دفعتي التكاليف؟ آسفة حضرة القاضي، هي فواتير الاستيرادات تبع موكلي وتقارير الخبراء الإضافيين اللي بتثبت إنها أصلية. وصل تقرير الخبير الإضافي، قريناه وحطيناه بالملف وسألنا المدافعين عن الموضوع. الاستيرادات تبع موكلنا بتناسب القانون تماما حضرة القاضية. البلاغ ماله أصلا من الصحة وهدفه الرئيسي الأذى وتشويه سمعة موكلنا، وبناء على هالشي نطلب من المحكمة تبرئة الموكل. أصدر القرار بعد مراجعة الدلائل وتقرير الخبير الإضافي الموجود. قررت المحكمة بخصوص هذه القضية تأجيل الجلسة للخامس عشر من تشرين الثاني. رفعت الجلسة. أصعب جزء خلص، وهلأ ما ضل علينا غير نجيب الشاهد بنوفمبر. برأيي لازم نلاقي اللي افترى عليه. باريش بيك، لازم أعطيك هاي الورقة. حضرة المحامي، لحظة بعد إذنك. عفوا. خير إن شاء الله، شو ما كفتك السواقة وقررت تتابع القضايا؟ أنا عم تابع القضية تبعي. قضيتك أنت؟ ما كنت بعرف أنك محامية. ماني محامية، ضل شوي صغيرة ورح أعرف ليش باريش مخليكي معه. ما في شي من اللي ببالك بنوب، لا تعزبي حالك. ليكي يا حلوة، ما في داعي تمثلي علي دور الهبلة، واضح كتير إنه في شي بيناتكم ورح أعرفه عن قريب. بتمنى لك التوفيق، أعطي هاي لباريش بيك. أصلي وين راحي؟ شو عرفني؟ يمكن راح تستناك بالسيارة. طلبت مني أعطيك هاي قال مشان الطابع قضيتها. لك على أساس هاي البنت شوفور موجودة بكل مكان ما عدا السيارة. تركت الشغل وما خلصت من هاي المرة، مو طبيعية أبدا. أصلي وين رايحة؟ أنا راجعة على التاكسي. اللي يعني ما بدك روح لسه بدك يان؟ لا تروحي، الموضوع ما خلص، عنا شغل كتير لسه، لازم نلاقي شاهد ونجمع الأدلة. فهمت، ما رح أشتغل بالتاكسي اليوم، هيك قصدك ما هيك؟ بتعرفي إني طيب ماشي، بعرف ما بدك يعني أخسر شغلي أبدا، بس أنت مجبور، فهمت هالشي. أي منيح، معناها اطلعي لفوق على غرفة المحامين، استنيني عندي شغلة صغيرة بخلصها وبعدين منطلع مع بعض. لوين بدنا نروح؟ على البيت، منشتغل هنيك بأريحية، وخليلي هاي معك. يلا البسيها أصلي، جربيها. بطلب من المحكمة العليا هلأ أنه تقبل قضيتنا وتوافق على قرار الطلاق بين الطرفين. طلبك هذا مرفوض يا حضرة المحامية.
اتركها أساساً هي كبيرة. خدي استراحة دقيقة وبعدين قاومي على راحتك. لا عم قاوم ولا شي، أنا كنت عم بتلهمه أكتر. تلهي لسه شوي. لا تخافي، طلعي على حالك. شو عم تشوفي؟ شايفة مديري السابق واقف وراي عم يخليني افرح بالمحاماة. وانا شايف قدامي بنت شاطرة بس عم بتكذب على حالها. ماشي، خلينا نعمل يلي لازم نعمله ونرجع على شغلنا بلا ما نتأخر فيه. ما بظن في شي بيستاهل كل هالعناد منك أصلي. في شوفير التاكسي، تكبير الرأس والمسايرة بيلزموا كتير. لما الزبون يطلع بالتاكسي مثلاً أنت مجبور تحكي معه وهون بتلزمك المسايرة، وبعدين ما لازم تعصب بالزحمة أبداً وهون بيلزمك العناد. لوين رايحة؟ معي سيارة. وأنا معي. شو عم تعملي أصلي؟ وهلأ طلعنا من منطقة أمانك وصرنا بمنطقتي، وقلت لحالي خليني أعلم المحامي شوي من العادات. أي علميني لشوف. القانون الأول، أصحك إنه تقرب كتير ورا التاكسي وتعطيه الضوء العالي. حتى ولو رح جرب حظي اليوم. القانون الثاني، لا تحاول تشوف حالك بعجقة المدينة لأنك رح تنمسك عند الإشارة. أي شو يا أصلي خانوم، بلاقي شفتي حالك كتير. أنا هيك من الأساس وصرت غريبة بعد ما بطلت هالشي. عن جد؟ على فكرة من زمان عندي فضول لشوف أسد الجبل بحارته. أي بس ممكن يكون هذا الأسد خطير كتير بحارته، يعني إذا حاسس حاله أنه محاصر احتمال أنه يهاجم. بعد ما حكيتي هيك صرتي هلأ قطة صغيرة مفكرة حالها أسد كبير. أف، قلت خليني أكون جذابة بس بالآخر صرت قطة. ما رح تجي؟ خليني أجيب أغراضي وبعدين بيجي. أنتي قدها، شو صار لك؟ عادي يعني، بيت مثل أي بيت، ما عندي فيه ذكريات، بيت عادي ما له معنى، صاحبه مديرك القديم وبس. يلا تعي، بعرف أني تصرفت معك بأنانية بس خليني شوفك هون لآخر مرة. خلينا نقعد مع بعض هلأ، وبعرف إنه آخر مرة. خلينا نتصرف كأنه ما رح تروحي أبداً.
خلصينا فوتي، كأنك ما رح تروحي أبدا يعني. ما بتعرفي إنه هي آخر مرة بتجي؟ فكري بشغلات بتضحك، فكري برجلين إلايدا. خليني جيب لك شاي، بعرف بتحبيه. لا لا شكرا، كاسة مي بتكفي. اي لا ما بيصير، انا رح جيب شوية شغلات لحتى تاكلي. معناتها خليني ساعدك. لا لا هاي المرة انا بدي جيبهم. فكري وكأنك داخلي على الحرب، وقت تجهزي حالك لقضية يا مدام، اول شغلة لازم تعرفيها شو هي نقطة ضعف الطرف الثاني وشو نقطة قوتك. بتمنى تكوني حفظتيون، هدول الشغلات هنن أساس الاستراتيجية الصح. تفضلي الشاي. بهي الحالة نقطة ضعف ولي إنه زلمة محتال، كيف رح يساعدنا هالشي؟ مو هيك، مو هي نقطة الضعف. الأراضي اللي عم بيحاول ياخدها رح يقاتل كتير لحتى يقدر ياخدها. طالما هيك نقطة قوتنا هي الكاكة اللي بإيدينا هلأ، ما لازم نترك ولي يقدر ياخده أبداً. شهيتيني أكل كعك. عم تتقدمي بشكل منيح، كملي. يعني إذا نحن هلأ ما عطينا هاي الأراضي لولي، مشروعه رح يوقف على الأكيد. أي تماماً مزبوط، ومشان هيك معلومات تيو مهمة كتير إلنا، لازم نلاقي طريقة لنحاصر ويلي بالاعتماد على هاي المعلومات. شو رأيك أحكي مع إيمري؟ بركي بيحكي لي شي مفيد. ولك شو جاب سيرته لهالحقير هلأ؟ مو سكرنا هذا الموضوع أصلي؟ برأيي بلا ما يتسكر، يعني بلكي بيحكي لي شي شغلة. واضح عن شو بده يحكي الزلمة معك، خلاص ما في داعي تحكي معه هلأ. هذا الوقت المناسب لتتضايق منه؟ بلكي فيه إنه يفيدنا. أنتي عم تدوري على سبب لتحاكيه؟ عم دور على سبب؟ مستوعب اللي عم تحكيه؟ بلا حكي فاضي هلأ شبك؟ لا تحكي، ما بدي. ايه ماشي، معناتها أعطيني قائمة بالشغلات اللي لازم أعملها وما أعملها ومع مين أحكي وما أحكي، لأعرف شو أعمل يعني. القائمة واضحة كتير وبراسة مكتوب، لا تحكي مع إيمري. لما هيك بتحكي بيصير بدي حاكي جكر وبس. ماني شايف شي بيستدعي جكر منك، الزلمة أساساً مو منيح. يعني بقدر احكي معه اذا كان منيح مثلا؟ اذا كان منيح ولا لا، لا عم تحكي معه خلاص. ماني رح رد عليك بنوب، ورح اتصل فيه هلا. لك شو عم تعمل؟ اعطيني موبايلي. لك ألو، كيفك أصلي؟ ألو،
مو كان ناقصنا غير إمري. كنباية وحركات كان ناقصك يعني؟ ليش عم تحاولي تاخدي تلفونك من الزلمة؟ تركي معه شو بدك فيه؟ معناتها هلأ خليني روح لاقي شاهد وبعدين منحكي. وأنا رح شوف الإفادات بلكي بلاقي شي. بشوفك. بشوفك. شو هالمصافحة أصلي؟ يلا باي. عم تتمايعي عليه؟ برافو. يلا امشي بقى. ليش قالب وشك؟ شكلك ما لقيت شي. ما بلا لقيت مصيبتي. لا تاكل هم هلا. قلت لأخو جول إني بحبها كتير. معناها القهوة ما بتفيدك. رح أعطيك شغلات أقوى بكتير. إيه شكله أخوها ما انبسط كتير يعني، بس منيح أنك إجيت قطعة واحدة. والله لو لعيلة أصلي كنت رجعت لك قطع. إيه معناها هني موافقين عليك. الجماعة بيحبوني ما عندهم مشكلة. إيه بالمناسبة رجال ويلي ما عم يتركوا الحارة، كنا مشغولين فيهم من الصبح. ما لقيت شي بخصوص هذا الموضوع. لازم أخلص من ويلي وإيمري بأسرع وقت. يو شوفي يعني إيمري عم يضايق أصلي؟ إذا مو اليوم بكرة رح يضايقها. هالشي واضح من نظراته كان لإلها. والخانم بدها تدخل حالها بمصيبة لتسحب حكي منه. أكيد في حدا بيهتم بشغل ويلي الوسخ، لازم نلاقيه. ما قلت لي شو عملتوا اليوم بالعدلية؟ أصلي حبت المكان؟ لقطة عم بتجرب البدلة. عم تمزح مو هيك؟ تطور كبير. إيه لبقت لك كتير. تعرف إذا قدرت أنجح بهالشي رح تكون منافسة قوية. معناها قصة إنك تبعد عن البنت هي كذبة جديدة ما هي؟ لا تدخل القصص ببعضها. استنى مع الوقت بتعرف كل شي. سحبت حكي من إمري. سأل عن نوري كازيجي بدون ما تخبر باريش إني خبرتك. رجعت عملتها مرة تاني. شو هي؟ وصلتني شوية معلومات هلا، رح شوف شو وضعها وإذا طلعت صح بخبرك فيها بعدين، ماشي؟ يلا باي. صباح الخير. صباح النور. امبارح المسا رجال ولي هجموا على الحارة من جديد، لهيك اجيت بكير. عن جد؟ اجوا مرة تانية؟ ايه شو نعمل؟ كيف بدنا نمنعهم يجوا على الحارة بقى؟ والله ما بعرف. لقينا الزلمة يلي عم ندور عليه، نوري كازيجي. لقيتوا شي عن هذا الاسم؟ يعني طلع صح؟ احكي لي اصلي، انتي ما بتعملي هيك ما؟ طيب شو بدي احكي؟ انا عملت مثل المحققين، جمعت معلومات. ومن وين جبتي يا جماعتي؟ من الشجر يعني؟ من حدا قريب كتير من ويلي. أصلي عم تحاولي تجنينيني ولا شو؟ مبارح كل شي حكينا و... بس باريش بهك؟ والله العظيم ما اتصلت فيه أبدا. الزلمة إجا على الحارة وكان عم يحكي وسألته عن ويلي. هذا اللي صار. الزلمة أعطاني معلومات. وبعدين أنا ليش لبرر لك يا روحي؟ لو سمحت باريش بهك لا تعمل هيك. سراج الليل
إذا خلص الصراع اللي جواتك فينا نرجع للموضوع؟ إيه طبعاً طبعاً. تمام. إيه؟ مين هذا نوري كازيجي؟ يلي بيغسل مصاري ويلي. الوسخة. طيب شو منعمل؟ رح نخطفه كمان؟ استاذ برأيي نعمل مكتب تحري وأصلي اللي بتديره، هيك الكل بيرتاح، شو رأيك؟ بالأول خليني أنقذ حارتي. لا تزعلي رح ننقذها. ويلي بينقل المصاري السودا بالتبرع لجمعية نوري، وبعدين بترجع الجمعية بتشتري بيوت ويلي وبأسعار عالية، يعني المصاري بترجع لويلي من جديد. اليوم المساء في حفلة تبرعات، بتوقع رح يفتح شغل جديد. رح نروح لهونيك؟ ما حذرتي أصلي، أنا بس رح روح. أنا انضميت لفريق حماية الحي، ما فيني روح وإلا كنت رحت. لحظة، دقيقة. أنا لازم أوضح شغلة مهمة كتير. الحارة هي حارتي والقضية قضيتي، بمعنى تاني إذا بدكن فيكن تجوا معي هاي الليلة. تعالي المساء لبيتي. كيف يعني أنت ما رح تعترض؟ بعرف إنك ما رح ترد علي أصلي. بشو رح نتنكر؟ أنا حليتها مفاجأة. يعني معقول يكون تركني وراح؟ أصلاً من الأول كان مبين، فهمت إنه هو عم يخطط لشي شغلة. تأخرتي. وين كنا رح نروح بالضبط؟ طلعي تيابك فوق أصلي. مو كنا رح نغير الستايل؟ مو شايفة إني غيرته؟ طيب شو بدي ألبس أنا؟ طالع شكلك مثل رجال الأعمال الأغنياء. أصلي قلتلك تيابك فوق، يلا رح نتأخر. كنت مفكرة رح ندخل لهونيك بتياب جرسون، بس أنت طالع جيمس بوند. عم نصير جواسيس مثل ما بتحبي. يعني أنا رح صير بنت بوند؟ وشو هذا الكعب الرفيع؟ بس المشي بهذا الشيء معاناة. أوف. أصلي يلا أسرعي رح نتأخر. جيت. هذا الكعب رفيع كتير باريش بيك، يعني شو بدي أعمل إذا اضطريت أركض هنيك؟ والله ما بدي دمر لك أحلامك، بس هاي السهرة ما فيها ركض أبداً. طالعة بتاخدي العقل. حلوة مو؟ حلوة؟ مو حلوة، حلوة كتير. بدنا نلحق الزلمة ولا ننشغل فيكي هلا؟ يلا امشي. الكعب باريش بيك كتير رفيع، بيكون منيح إذا وصلت لهونيك قبل ما أكسر راسي. يعني ناقصك شغلة أخيرة، لحظة بس. مشان الله باريش بيك لا طالع شي تاني، أساساً صرت مثل الباربي.
سيد بحري؟ رجع بعته من جديد. سيد بحري، جيت وناطرك أنا. سمعتك، لا تصرخ، جاي خلاص. مين هذا سيد بحري؟ مو وقته هالحكي أصلي، خلينا نطلع قبل ما يرجع يصرخ. أنا رح استناك بالكراج سيد بحري. يا ريت ما يرجع. باريش بيك، انت ليش هيك ورطت حالك؟ الزلمه ما بيسكت بنهب، نشف لي عروقي. يلا خلينا ننساها هلا اصلي، خلينا نهتم بشغلنا. شو نحن هلا؟ يعني شو المهمة تبعنا؟ مين نحن؟ أهلا وسهلا أستاذ، ممكن أخذ دعوة؟ أصلي وباريش بكا، تفضلوا من هون. لك شو هالسرعة هاي؟ إمتى تزوجنا؟ من وقت ما مرقنا فوق جسر الحب وإنتي بحضني. مزبوط، بس إنت ما عملت لي عرس مرتب، ما بيصير. منعمله بالمهمة اللي بعدها. في مهمة بعدها؟ تفضل أستاذ، هاي طاولتكم. شكراً كتير. قلي شو نعمل؟ شو مهمتنا؟ أول شي حطي الصحن مشان ما يقولوا عنك هبلة. يا ربي، ما عم تخليني أعيش حماس التجسس أبداً. أي معناها خلينا نبلش. افتحي شنطتك. هاد جهاز تنصات. ليكي لازم نحط هاد على نوري كازيجي ونسمع. ماشي، رح اوقع عليه. او لا، بسكب عليه شي شغله وبحطه ورا الجرافيت وانا عم بمسح البقعه تبعه. الوضع كتير منيح وما في اي مشاكل. هلا هذا كل شي بعد ما تصرفت مثل بوند؟ بس حطيتها هيك؟ لا تستهيني بحالك اصلي، متامل منك كتير، لانه برايي هاي الليله ما رح تمرق بسهوله ابدا. لنشوف إذا بيشتغل. هيك لكان، مو هذا اللي كنت متوقعته، بس ماشي الحال. السيد ولي كان بده يجي على السهرة. وأنا كمان سمعت هيك شيء. تفضل، انبسطت هلا؟ شلح الجاكيت، شو نعمل؟ قلت لك خلينا نحطه ورا الجرافه. شو نعمل هلا؟ بالاول منرجع جهاز تنصت وبعدين رح نشوف. انا رح رجعه. اي اه وقعت. لا تواخذوني. وين رايحة يا مجنونة؟ عم تسأل وين أنا رايحة؟ طبعاً بدي أسأل. رح حط جهاز التنصت باريش بيك. أنت ريح حالك، صار دوري أنا، المهمة عندي. أعتبرن حط. ولو سمحت لا تلحقني هلأ، ماشي؟ ماشي أغاثا، مو بس أنت ما رح تسمعي الكلام.
أها باريش؟ إيلايدا، شو عم تعملي هون؟ أنا أجيت لهون مع خالتك لأنه ما كان بدها تجي لحالها وطلبت إني رافقة. وخالتي هون كمان؟ إيه لكن باريش؟ خالتي؟ أوه، يلا لنشوف أصلي. ها مرحبا، أنا بلشت شغل من جديد ورح أستلم خدمة سيد نوري كازيجي. هو بشي غرفة؟ هو بغرفة المدير هلأ. شو الأوردر رح تاخدي له إياه؟ عصير، هو طلب عصير. وين يا ترى؟ أي غرفة هاي؟ غرفة المدير بالطابق الثاني. شكرا كتير. قلت لك ما بقدر أركض بهذا الكعب. يا الله، كاني عم بركض على أبر باريش بيك. عم تسمعني ما هيك؟ المرة الجاي بدي سكربينة مريحة رجاءا. أصلي شو عم تعملي؟ وين عم تركضي أنتي؟ باريش، مع مين اجيت؟ لو حكيت كنا اجينا مع بعض. اجيت لهون أنا بشغل خالتي. يي شغل شو؟ أنا ما بعرفه. هاي قضية جديدة أنتي ما بتعرفيها. أصلا آخر فترة أنا ما عم بعرف شي لأنه ما عم نحكي كتير. طيب إيلايدا، برجع بعدين وبشوفك. بس أصلي أخي باريش. ألو. ما كنت بعرف إنك جاي كمان. أوه، وإنت كمان هون؟ في حدا تاني جاي معك؟ إيه أكيد، خالتي وإيلايدا جايين. إجوا قبل شوي ليكن، قاعدين هنيك. إجيت إيلايدا لهون؟ إيه؟ معناتها أنا رح روح. روح بسرعة، روح، ناطرتنا ليلة بتجنن. حبيبتي إيلايدا، كتير منيح إنك عم تقضي وقت ظريف مع باريش. ايه جاهدة خانم، وانا انبسطت كتير. وانا انبسطت كتير. اجا هاكان. رح تكون ليلة كتير حلوة. ولاد اخواتي معي بهي السهرة. ايه ما هيك؟ طالعة كتير حلوة. مرحبا سيد نوري، جبت لكم عصير لتشربوا. مو مشكلة، رح اتركها هون بلكي اجى على بالك. الاجراءات جاهزة، انت عم تسمعني؟ ان شاء الله باريش بيك عم يسمع. اسمي مو باريش، حسين. معناتها رح أترك السيد نوري والسيد حسين يحكوا لحالهم، تمام؟ وانت نصيبك السجن يا نوري. يي باريش، شو عم تعمل هون؟ تعال خالتك ناطرتك. ايه خبرني لشوف. شو بدي خبرك؟ إيلايدا اسكتي شوي. يه؟ شو بدك تعمل بهي البيوت؟ معناها حسين بده يعمل هالشغلة. ومين هذا حسين؟ انتي ليش هون بدون شغل؟ خدي هاد على الطاولة رقم 5، يلا تحركي لشوف. خدي. شو كم مرة بدي قلك؟ ما فيك تتأخري. ليك انت خد هاد وانا رح روح وجيب السلطة وبلحقك. امشي احسن ما خبر مديرها. ماشي ماشي، بروح خلاص. يلا. روحي يلا روحي، اهلي هون. عشو عم تطلع باريش؟ يا ترى قديش قديم هالمكان؟
بالإذن. ولك وينك يا أصلي؟ أصلي باريش ميك، تعال هون اتخبى بسرعة يلا. أي باريش ميك، إمري هون، كان واقف على الدرج. إمري هون وخالتي هون، الكل هون، لازم نمشي بسرعة. ويلي ما ضل حدا وما إجا، شو هالليلة هي؟ يلا من هون تعال بسرعة. لك بس بدي أفهم وين راح الشاب؟ باريش عم يخطط لشي، على الأغلب إجا مع حدا وما بدو يعني نعرف مين هو. ليش أخي باريش لا يعمل هيك حركات؟ شغلين بالكن على الفاضي، يعني لو عن جد في وحدة بحياته كان جابها لعندكن وعرف عليكن، ريحوا حالكن. أنت هيك رأيك؟ اللي بيسمعك بيقول إنك مختلف عن أخوك. إيه والله اتنيناتكن غريبين كتير. ديري بالك على هذا الشاب إلايدا، بعدين إذا أنتي كنتي جنبه رح كون مطمنة. أساساً حبيبتي هملتي كتير، اهتمي فيه شوي. زاهدة خانم، هذا الشي ما له علاقة بإهمالي، كله بسبب هديك الشوفير. يعني عن جد علقت باريش بطريقة غريبة، وبرأيي في سر بيناتهم كمان. لا كيف بقى؟ أنا بالفترة الأخيرة ما قدرت أهتم فيه. قصدك تقولي مشكلة الشوفيرة لسه ما خلصت؟ لا ما خلصت، لسه عم تزيد أضعاف كمان. وين ما بروح بشوفها لهالبنت، حتى إنها بلشت تحل شغل باريش بالمحكمة كمان. عن جد؟ شو قصدك بهالحكي؟ إيه طيب، بلكي أخي باريش حبها للبنت، يعني بلكي هنن مرتبطين مثلا، وإذا صار هيك ما في داعي تدوري على حبيبة لأخي باريش، ما هيك؟ خلص هاكان، أنت شو عم تحكي؟ أنت ناوي تجيب لي الجلطة؟ مستحيل أقبل بهالشي أبدا، اصلا باريش ما رح يعمل هيك بلا ما ياخد اذني بالاول. ليش كنتي حامله الصحون؟ ما بعرف، الزلمه حط الطبق بايدي، يمكن فكرني جرسون. غريب، يا ترى ليش فكرك هيك؟ يعني خيرا تفعل شرا تلقى، لو ما عملت هيك ما كنا سمعنا نوري. سمعت ما هيك؟ ما سمعت كل شيء، بس بكل الاحوال تيو عم يسجل. باريش بيك، أنا لازم غير تيابي فورا، إذا ولي شافنا رح يعرف إنه عم نخطط لشي. ليش وين تيابك هلا؟ ليكن هونيك، استنى حأرجع فورا. أي ماشي، بس بسرعة. ها أنا انشغل بالي على باريش، بدي روح شوفه. إلي داخديني معك لو سمحتي، حكيك خلاني شك بالموضوع، خليني شوف شو عم يخبي عني. إيه خلينا نشوف لكان. طيب أنتوا شوفوا طاولة أخي باري، أسماء المدعوين مكتوبين عليها. في شي حدا جاي؟ لا بس لازم نطلع من هون بسرعة. هذا ويلي، يلا نتخبى، باريش بيك اعمل شي بسرعة يلا. عفوا سيد ويلي. ليك على هالشباب ما شاء الله. باريش؟ انت ما لقيت حدا غير هاي الشوفيرة؟
ما في داعي تروحي أبدا أصلي.